بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل، ومع كورس التحليل الفني قسم الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم: نموذج خطوط الهجوم المضاد، كونتر اتاك لاين. يوجد حالتين من حالات الهجوم المضاد. الحالة الأولى الهجوم المضاد الدببي بريش كونتر اتاك، الحالة الثانية الهجوم المضاد الثيراني بوليش كونتر اتاك، وهما نموذجان عاكسان للاتجاه. كما هو بالشكل الأول يتكون في نهاية اتجاه صاعد، بينما الثاني في نهاية اتجاه هابط. بالنسبة لنموذج الهجوم المضاد البيعي بيرش كونتر أتاك، يتشكل من شمعتين، الأولى خضراء والثانية حمراء، وكما قلنا يتكون في نهاية اتجاه صاعد. بينما نموذج الهجوم المضاد الشرائي بوليش كونتر أتاك يتكون من شمعتين، الأولى حمراء والثانية خضراء في نهاية اتجاه هابط. الآن مع معايير تشكل كل من النموذجين. رقم واحد، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا المسار قصير. رقم اثنين، بعد المسار الهابط يأتي نموذج ثيراني، وبعد المسار الصاعد يأتي نموذج دببي. وكما قلنا أن النموذج يتشكل من شمعتين مختلفتين في اللون ومتضادتين في الاتجاه، إحداهما حمراء والأخرى خضراء، ولا يهم الظلال بالنسبة لهذا النموذج. رقم أربعة، يجب أن يكون مستوى إغلاق الشمعة الثانية عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الأولى، وخط الإغلاق بينهما هو ما يسمى بخط الهجوم، لذلك يسمى هذا النموذج بهذا الاسم كونتر أتاك الهجوم المضاد. والسؤال الهام، متى يفعل هذا النموذج؟ أولا، لكي يفعل النموذج الدببي لابد أن تغلق الشمعة الثالثة أسفل من الظل السفلي للشمعة الخضراء الأولى، وأتداول بعد شمعة الإغلاق، وتبقى دي بالنسبة لي هي شمعة التأكيد. ولكي يفعل النموذج الثيراني لابد أن تغلق الشمعة الثالثة فوق الظل العلوي للشمعة الأولى الحمراء، وأتداول بعد شمعة الإغلاق، وبتبقى دي بالنسبة لي شمعة التأكيد اللي على أساسها بيكون النموذج قد اكتمل. طب يلا بينا نشوف كده مثال عملي على الشرط على نموذج الهجوم المضاد. غالبا يكون النموذج على هذا الشكل، يكون عندي اتجاه حاد صاعد، ثم فجأة تفتح معي شمعة جديدة بيعية حمراء من مستويات أعلى من إغلاق الشمعة التي سبقتها، ثم تبدأ في النزول وتغلق عند مستوى إغلاق الشمعة التي سبقتها بالتقريب. بس لو لاحظت على الشرط، الإغلاق غير مثالي بين الشمعتين لوجود جاب بسيط بينهما، ده لا يؤثر على النموذج ويظل النموذج صحيح ويمكن استخدامه. المتداول اللي ما يعرفش النموذج ده ولم يكن على دراية به ممكن يستغرب من هذا النموذج، هيقول ايه الاتجاه الذي صعد فجأة ده وبعدين فتحت شمعة حمراء من اعلى مباشرة وهبطت واغلقت عند نفس مستوى اغلاق الشمعة الاولى التي سبقتها. لو ما كانش متعمق في الشموع اليابانية مش هيعرف يتصرف لما يقابله مثل هذا النموذج. طيب كيف افعل هذا النموذج على الشرط؟ يعني انت ادخل صفقة بيع بعد أن تغلق الشمعة الثالثة بعد ذيل الشمعة الأولى الخضراء. يعني على هذا الشرط أبتدي أدخل صفقة بيع من بعد هذا المستوى. يعني لو لاحظت الشمعة الثانية لم تحدث الإغلاق، والثالثة لم تحدث الإغلاق، والرابعة لم تحدث الإغلاق، الخامسة، هنا بالنسبة لي اتفعل النموذج كده، بإمكاني أدخل من الشمعة الخامسة اللي مكتوب عندها كلمة بيع، أو إني أنتظر إعادة اختبار الظل للشمعة الخضراء الأولى في النموذج وأدخل معاه بعد إعادة الاختبار. كده أنا عندي نموذجين
ممكن أتداول من خلال أي منهما، نموذج الهجوم المضاد البيعي بريش كونتر أتاك، ونموذج الغربان الثلاثة السود 3 بلاك كراوس. وكل ما كان عندي أكتر من نموذج إنعكاسي في منطقة واحدة، كل ما تزيد احتمالية عكس الاتجاه، وبيكون عندي إمكانية إن أنا أدخل بالشراء أو البيع بعد عكس الاتجاه. وفكرك بشروط نموذج الغربان الثلاثة السود. قلنا إنه بيكون ثلاث شموع حمراء بيعية ورا بعض، وكل شمعة تفتح داخل نطاق الشمعة التي قبلها وتغلق بعده. في هذا المكان كده عندي نموذجين، نموذج الهجوم المضاد ونموذج الغربان الثلاثة، بأي منهما يمكنك أن تتداول. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.